الجمهور ما عنده حتى شي طعم، ما عنده حتى شي طعم، خاصه الوينرز اللي كنوجههم تحيه من هذا المنبر لانهم رقم واحد عالميا لا من ناحيه الجمهور. يعني راه بسبب الوينرز الوداد باش كتمشي لقدام وباش كتفوز في كاع المباريات، بلا جمهور ما كاين حتى شي طعم. يعني راه بالنسبه للوداد خاصه وبالنسبه للكره العالميه، راه الا ما كانش الجمهور ما كاين والو. ثاني كنفتقدوا اللمسه الاخيره ديال الجمهور اللي هو اللاعب رقم 12. صراحه كنحاولوا بقدر الامكان ناطروا الناس من هذه الناحيه، وخا تلقيت مؤخرا انتقاد درت واحد التصريح، يعني نقدر نقول لك ماشي غنقول لك انا الاغلبيه، حيت مع ديك الاغلبيه راه اتصلوا بي هاتفيا هنئوني وداك عجبهم الحال. يعني علاش كنحاول نحتم على عدم الشغب؟ حنا جمعيه قانونيه، راه الا كان شي شغب راه ترى الاول والاخر هو الرئيس اللي كيتحمل المسؤوليه. يعني انا في التصريح ديالي كنحاول فداك ندير الاخاء بالجماهير، ماشي ندير العداوه، حنا راه كاملين خوت، راه كاين عندي انا اصدقاء ديالي لاعبين في الرجاء، واش غادي نتكاره معاهم؟ ولا مثلا العائله ديالي خوالي هما رجاويين غادي نتكاره معاهم على قبل الكره؟ الكره راه كتبقى غير في وسط الميدان، خرج وسط صافي، خرج الشيره ما كتبقاش كره، كتولي ديك الساعه ديك عندك اخوه. صحيح انايا الوداد تنبغي تفوز على الرجاء وما كنبغيش كاع هذيك الرجاء تربح، هذه راه كره راه كاملين كنتقبلوا هذه، ولكن خارج الميدان راه حنا كاملين خوت، شي حاجه ما كتفرقنا، راه كتجمعنا رايه المغرب ولا رايه على الله محمد رسول الله. كان الوالد ديالي قال لي، كنت قبل كنت ندوي معاه، قال لي سمعتو بالنسبه لهاد الجماهير وهاد الاخاء بيناتهم، قال لي في الستينات في الاول تاع الستينات قال لي كانت الويد كانوا خمسه تاع الفرق، كانت الوداد الرجاء الراك طاس والاطوال، كانوا بخمساتهم كيلعبوا هما في كازا. يعني مثلا كتلعب الوداد والطاس، هذيك وراها كتكون لعبه مثلا الرجاء والراك، ونهار السبت كتكون لعبه الاطوال. كانوا لالي كامل كيدخلوا في ستاد في ستاد فيليب، والروتور كيدخلوا في ستاد دولور، ومن السوسين الفوق ولاو كيدخلوا هما دائما في ستاد فيليب، وكانت واحد الحلاوه واحد الفرجه، هادو كيشجعوا هادو، وما كانش هادشي اللي ولينا كنشوفوا دابا. يعني كانت الوداد والرجاء خوت، كانوا كاملين خوت، علاش حنا ما نرجعوش حنا ذاك العهد القديم ديالنا اللي كان هو هذاك شحال هادي؟ وتف وفي السوسين نيت كانوا ديك الساعه شكون اللي كيلعب الاولاني اللي عنده هذاك اكبر عدد تاع النقاط. وفي موسم 65 السوسين كانوا الفريق تاع الطاس والجماهير تاعو هزوا واحد اللافته كيهنئوا الوداد فوزهم بلقب البطوله المغربيه موسم 65 66، وفي نفس الوقت هزوا واحد اللافته كيشكروا الوداد على هذيك المداخل، هذاك الوسط اللي كانوا كيدخلوا، كانوا هذاك الطاس هما كانوا كيستافدوا، حيت ما كانت الطاس والوداد كانوا بجوج كيلعبوا هما مثلا في نهار واحد، الوداد لعب مثلا مع شي فرقه والطاس، كانوا كيتقاسموا هما ديك الوسيطه، كانت واحد المحبه واحد الاخاء. كنتمنى من الجماهير ما يبقاش هذاك التعصب، يخليو التعصب مثلا وسط من الميدان، نشد فيك تشد فيا مثلا، انا ذاك نضحك معاك نقول لك مثلا ربحناكم ثلاثه انتوما اضربناكم بخمسه مثلا الضحك، ولكن خرجتي ننسى عليا هذه نسى، راه حنايا راه الكره راه كتبقى ديك داخل الملعب. واخر كلمه سمعتوني نختم بها لواحد الحاجه مهمه نسيتها كنت نقولها، الحاج شاكر رحمه الله واحد النهار كنت غادي مع سي ياسين سعد الله، وكان معايا السي حسن وسي نور ديال الرزاق، كنا مشينا بركنا عنده، شكون لقينا عنده في الدار؟ السي بريجه، راه كلشي كيعرفوا راه تاع الرجاء رجاوي، كانوا غيديروا واحد المعده مستديره الرجاء والوداد بجوج، وبغاو يعملوا على هذا الروح تاع ديال الاخاء بيناتهم. وكان انا ريحت معاهم، قال لي دابا انت التقليد اللي غادي يبقى عليك راك انت هاد الاوفياء الوداد انت اللي خاص دير، هو عمره ما كان هو تيحمل شي داغين ولا شي حاجه، لا تيقول لك الرجاء الوداد بجوج. واللي قال لي عاوتاني على لسان الحاج شاكر رحمه الله، قال لي انا شخصيا قال لي باش تاسس الرجاء كان الحاج محمد بن جلول الاب ديالو رحمه الله حتى هو كان مع المساهمين اللي اسسوا الرجاء، قال لهم باش يخلق واحد التوازن، ماشي تنافس وماشي عراك، ماشي يكونوا بجوج وماشي يهزوا الكره المغربيه، ماشي حنا غادي نخرجوا من الاستعمار الفرنسي وغادي نجيو ندخلوا حنايا للاستعمار الداخلي تولي الوداد مثلا هي اللي مسيطره، لا باش يكون واحد التوازن بيناتهم. وراه كان حاضر معنا حتى السي حسن المنجل الله يقول تو كلمه تاعو فادي. سي بن جلول الله يرحمه كان قال لنا هادشي، ملي دخلنا لقينا عنده حاط واحد لي جورنو حاطهم قدامه وقال لنا شوف، عطينا واحد السؤال قلنا له واش ودادي ولا رجاوي، قال لك عطانا واحد السؤال قال لك شوف بحال الوداد بحال الرجاء، حنا كجمعيه خصنا نكونوا متحدين ما بين الوداديين والرجاويين، نكونوا اخوه، وان شاء الله غادي نديروا واحد الجمع بيناتنا ما بين الرجاء وما بين الوداد، الدراري الصغار ديالهم اللي غادي نديروا لهم واحد خرجه بيناتهم ما بين الوداديين والرجاويين، غادي نأطروا واحد الاطفال
باش ما يكونش واحد الشغل. دابا ملي تمشي للتيران ولا تمشي لهذا تيكون مع الاب ديالك ومع هذا ودري صغير تيعاير بواحد الهضره ماشي هي هذيك. حنا بغينا نحيدوا لهم هذيك وان شاء الله غادي نديروا واحد الجيليات اللي غنكونوا ان شاء الله نديروا فيها الوداد وغادي نكونوا في وسط ان شاء الله ما يتحيد هذا الوباء ما يتحل التيران غادي نمشيو ان شاء الله وغادي ناثروا هذوك الدراري ونقول ليه بحال الولاد بحال الرجاء. حنا كما كنا في الصغر ديالنا كنا في الكبر ديالنا كنا تنتفرجوا في الوداد والرجاء كنا تنتفرجوا واحد وتنخرجوا ونمشيو للقهوه بيناتنا ونضحكوا ونديروا بعضياتنا. دابا الامكانيات كامله كاينه عندهم هاد الامكانيات اللي كان اللي كان ما كانتش عندنا حنا ولات عندهم عندهم كلشي. اشنا هو اللي باقي هو هاد الشيء ديال الشغب اللي تحيد هادشي هو اللي بغينا نحيد. حنا بغينا نديروا اليد في اليد. حنا كجمعيه ما خصناش نخليو هادشي يزيد يكبر بزاف. حنا دابا كجمعيه حنا بغينا نحيدوا هادشي ان شاء الله غنشتغلوا عليه. حنا درنا واحد الدراسه باش نشتغلوا على هاد الشغب يتحيد وان شاء الله من يتحيد الوباء هادي القوم يجي للتيران يدخل الدري صغير ولا هذا يلقى بانه تاثر فيه هادشي فهمتي بحال شي اذا. وحنا دابا المكتب ديالنا اي مشاكل عند شي واحد ولا هذا تيجي يعاود لنا ويقول لنا هذا وحنا نحاول نحيدوا الشغب ان شاء الله. رساله الجماهير هاد الديربي هادي ان شاء الله ما نكونوش هذاك السب بيناتنا وهذه ان شاء الله بين اللي فاز اللي ربح يفوز ان شاء الله باذن الله.